हेलो, मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ कितनी अच्छी ड्राइव करता हूँ। موبايل گر رہا اول شو مسوي بروحك؟ اي شفته الريال معاه حق ومو غلطان. بعد معاه حق ومو غلطان؟ اي لا، وهو قال لي كلام زوجتك ام سند يكون عكس كلامك. انت الظاهر متآمره علينا معاه، مع ان المفروض توقفين معاه. شنو احنا بحرب علشان تقولي توقفين معانا بوقتنا؟ شنو هي حرب الارهاب؟ يا طيبه الرسول عليه الصلاه والسلام قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. ايه وبعد المظلوم لازم انصره. يعني انا واختي احنا اللي ظالمين؟ على اللي انا شفته واللي سمعته ايه. انا قلت لك انت من هازله ليش انه مو من العائله، غريب. هذا اللي مخليش توقفين معه. انا اوقف مع الحق لا معك ولا معه. اذا صدق تعرفين الحق، اكو واحد ساكي السبعين يتشبب ويسوي نفسه مراهق توه بالعشرين، هذا تصرف تسمينه حق وسج. الريال قاعد يتشبب حق مرته، كيفه؟ انت ايش عليك منه؟ انا ايش علي منه؟ اي والله اسمع ايش تقول، هذا زوج اختي وانا خال عياله. اذا هو زوج اختك وانت خال عياله، عيل ايش حقه ما تكون منصف معاه؟ ليش توقف مع اختك ضده؟ لا انت ما منك فايده، الحاجي ضايع معاك يا طير. لا والله مو ضايع، الا انت اللي ضايع بكبرك. منك اكثر، ما قصرتي. انا بوقف مع اختي وانتي اوقفي معها. شوف عاد لا تقعد تسوي لي سوالف، انا مالي شغل فيه، انا مره اعرف الحق، مره حقانيه، مالي شغل لا بزيد ولا بعبيد. زين بنشوف، اذا كنتي فعلا تعرفين الحق وحقانيه على قولتك بنشوف.